السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي عالم أم رضا المتنوع. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كيك رولي بمقادير متواجدة في كل بيت. إن شاء الله غادي نحتاجوا لهذا الكيك 5 ديال البيضات، يعني هنايا عندنا بيض بحرارة المطبخ. بالنسبة اللي عندها البيض كبير تكتفي غير ب4. وهنا غادي نضيفوا عليهم واحد 5 المعالق كبار ديال السنيده، وغن هنايا غنحتاجوا ليهم واحد 2 كيسان ديال الدقيق، يعني يكون نوعيه جيده، واحد 3 معلقات ديال زيت المائده، واحد 2 معلقات ديال الماء مع شويه الخل. هنا عندنا خماره واحده حمراء من وزن 7 غرام وصاشي ديال الفاني. هنا كناخدو البيض وكنطربوه حتى كيولي عندنا واحد الخليط اللي هو عاقد شويه وابيض، اللون ديالو كيبيض. بعد ما خلط ديك البيض ديالي كيرجع بحال هكا، داك واحد الرغوه شحال ما طربتو الا غتجينا جينواز مزيانه. دابا غادي نضيف ديك 5 المعالق كبار ديال السنيده ونطرب ثاني الكل جيدا. ونضيف ديك الساشي فاني غادي نضيف ديك 5 معالق زيت المائدة ونضيف ديك 5 المعالق ديال الماء من الصنبور. دابا غادي نضيف الطحين غير بشويه. دابا غادي ما غادي نخدمو غير بيدينا شيئا فشيئا. نغربلو، نعاود ليه التغربيله، نخربو له التغربيلة الأولى والتغربيلة الثانية بحال هاد الشكل، وغنبدا نطلع في اتجاه واحد بحال هاكا. هاي ضرورية تكون من الفوق، عفوا من التحت للفوق وفي اتجاه واحد،
سخين حتى نكمل ديك 5 الملاعق ديالي ممتلئين. ونضيف ديك خمارة حمراء من وزن 7 غرام تاي نغربلها. نعاود تاي نفس من الفوق من تحت للفوق عفوا باش ما يبقاش ليا الطحين لتحت لاصق. ضروري نخدم بهذه الطريقه. ودابا بعد ما خلطت الخليط ديالي ديك 5 المعالق ديال الطحين دخلتها في الخليط كيجيني بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز نكبوه في الصينيه اللي غندخلو للفرن 40 على 35. كنشد الصينيه وكندهنها بالزيت المائده وكندير لها البابي ورق الزبده وكنهز يدي بحال هكا ونكب الخليط. وندخلو الفران. اذا كان الفران كيشعل لكم من الفوق ومن التحت شعلوه ونقصوا عليه. هما مع 10 دقائق ما كتفوتش لينا الفران في الفران في 10 دقائق باش ما كتقصحش لينا هاد الجينواز ديالنا. ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما طيب غنقادوها النيلو باش كاع الجوانب تدوز عليهم لا جينواز. وندخلو دابا الفران ان شاء الله. ودابا غادي نحضر الكريم اللي غنديروا لديك الكيك رولي. عندي هنايا ساشي ديال الكريم شونتي 100 غرام فيها 100 غرام وكاس حليب بارد يكون من الفريغو شحال ما برد الا مزيان. ودابا غادي نطربو مزيان واحد 10 دقائق حتى بعد ما طربت ديك الكريمه ديالي كتجي بحال هذا الشكل هذا. 10 دقائق انا كنطرب. دابا غادي نضيف لها واحد المعلقه عامره د كاكاو غبره نغربلو مزيان. ونطرب مزيان. غادي نجيب الورق ديال الزبده ونفرشو بحال هذا الشكل هذا وندير عليه واحد شويه ديال السنيده. يعني غير اللي بغى الطريقه كاين اللي كيبغيهاش على خاطر. المهم انا كندير الطريقه هذه. كنجيب ديك الكيك ديالي ندير ليه بحال هكا بحال هكا. شويه باش ما تقطعش معاكم. بعد ما حيد ديك البابيي كنلويوه بحال هكا كنخليوها واحد 5 دقائق باش تاخذ الفورمه ديالها. ودابا بعد ما خدات لي الفورمه كندهنها بحال هذا الشكل هذا. دهنها كامله حتى من الجوانب.
نعاود نلويها يما شويه كتجي هشيشه بلا ما نحتاج زعما نسقيها شويه بحال هكا حتى نساليها. نعاون بديك البابي ديال السوده ونجمعها مزيان ونخليها واحد شويه ترتاح ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. ودابا غادي نبدا ندهن فيها بحال هذا الشكل هذا. ندير واحد الطبقه شويه عاليه ماشي بزاف ولكن شويه ونقادها بهاد السطاتو حتى نكملها كامله. ندور على الجوانب كامله حتى تبقى تبان لي حتى بلاصه خاويه. ونحاول قلت لكم كما ذكرت لكم ندير واحد الطبقه شويه عاليه ونقادها مزيان ونحاول نجيب هاد المشطه ونقاد بحال هكا باش كيجي بحال الغصن. بعد ما ساليتها بدك بالزواق زوقتها بهاد الحبيبات ديال الشوكولات وهاد صوص الشوكولا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتفرحوا بها وليداتكم. واللي مازال ما اشترك معايا في القناه يدخل يضغط على زر الاشتراك ليصله الجديد. وشكرا على المتابعه والى فيديو مقبل ان شاء الله. وهال الكيك رولي كيجي بحال هذا الشكل هذا. نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه. درتو في الثلاجه حتى برد ودابا غادي نقطعو باش نوريكم كيفاش كيجي. كيجي بحال هذا الشكل هذا. نتمنى يعجبكم وتجربوه. واللي مازال ما اشترك معايا في القناه يدخل يضغط على زر الاشتراك ليصله الجديد. وشكرا على المتابعه والى فيديو مقبل ان شاء الله.